السلام عليكم. اليوم القصة وين؟ في مصر، وفي أحد القرى اللي في الصعيد. في فتاة اسمها حسناء، بنت عمرها 17 سنة، من عائلة فقيرة، عائلة مزارعين ويعملون كأجيرين عند أصحاب المزارع. أبوها ما عنده إلا ولد واحد، وعنده بنت حسناء، وعندها أخت أصغر منها، فكانوا يساعدونه في موسم الحصاد. لما يكون في أحد المزارع يحتاجون إلى عمال أو أيدي عاملة عشان قطف الثمار وكذا، يروح هو وأسرته ويشتغلون يعني شهر شهرين لحد ما يخلصون قطف المنتج وكذا، يأخذون أجرتهم ويمشون. ومرات في مزارع يحتاجون أيدي عاملة فقط من البنات أو النساء، فيرسل بنته ومعاها والدتها يروحون يقطفون مثل قطف القطن وغيره يعني. والبنت يعني شغالة يعني تساعد أبوها وتساعد أمها. يوم الأيام خلال عملها في أحد المزارع والتعرف على شاب اسمه فوزي، هذا فوزي عنده سيارة نقل ينقل المنتجات الزراعية من المزارع إلى الأسواق، فيجي البنات يحملون على هالسيارة وهو يمشي بس شغلته سايق. في أحد المرات اللي جاء ياخذ المنتجات اللي حاصدينها ويشوف حسنة، حسنة بنت جميلة حليوة عمرها 17 سنة، والبنت أول مرة تتعرض لها الموقف إن شاب يحط عينه عليها ويتغزل فيها وكذا، وتعلقت فيه على طول. صار في كل مرة يجي هي تعمد إن تكون قريبة منه وتحاول إن تأخذ وتعطي معاه بالكلام، وهو كذلك يعني صار يضحك له ويتضحك له من هالكلام. يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين البنت خلاص صارت تحلم بأن هذا راح يصير زوجها في يوم الأيام، إنه يجي يتقدم لها بعد شهر شهرين سنة. المهم يوم الأيام ولا هذا فوزي مر عليها بالسيارة ومعاه شناط محملها ورا في السيارة، ويقول لها يا حسنة أشوفك على خير وكذا. قالت له ليه أنت يعني مسافر على المدينة أو على القاهرة ولا إيه يعني؟ قال لا أنا رايح على الخليج. قالت له شنو؟ قال رايح على الخليج، أنا حصلت على عقد عمل وإن شاء الله يعني تمشي معايا الأمور وكذا، وراح أرجع وعلى فكرة وأنا أول مرة أقول لك إياها، أنا إذا رجعت إن شاء الله عاوزة أتقدم لك وعاوزة أتأكد إذا أنت يعني مرتبطة ولا لا. البنت أصلا جسها تبكي لما قال لها أنا مسافر على الخليج، على الخليج وهذا خلاص بعد إنساني هذا. المهم قال لها أنا والله يعني ما كنتش عارف إن أنت حبيتيني للدرجة دي. قالت له أنت ما تعرفش وكذا، أنت أول شاب بحياتي. قال المهم مع السلامة، مع السلامة. راح رجعت البيت وهي تبكي ومنهارة وحالتها حالة وتفكر الليل والنهار. أول واحد أعجب فيه ويدخل قلبي وكذا ما يطول يروح الخليج، زين هذا ممكن ما يجي، يمكن تأخر، يمكن أنتظر سنين وبالنهاية يرجع يتزوج غيري. وفعلا كثير صارت يعني وهي تسمع مثل هالسوالف. مالكم بالطويلة بعد 6 أشهر ويجي واحد إلى أبو حسنة ويطلب إيدها منه. هذا منه؟ هذا تاجر ويملك بلاوي، أصلا المزارع
اللي يشتغل فيها أبو حسنة ملك له، والظاهر أنه شافها في المزرعة أثناء الحصاد وكذا، وسمع هذه من بنتها، قالوا بنت الراجل هذا شغال عندك. قال حلو، جابه قال له يبا بنتك هذه مش متزوجة ولا مرتبطة؟ قال لا أنا عاوزها. قال الساعة المباركة، وين ألاقي أحسن منك؟ وأبوها من نوع الشديد واللي أصلا ما ياخذ رأي البنت في موضوع الزواج أبدا. قال له موافق ومبروك عليك. قال له يعني ما تسألش البنت يعني في البداية؟ قال لي عم بقول لك احنا ما عندناش بنات بيقولوا رأيهم بعد باباهم. وفعلا ويبلغون حسنة قالوا لها مبروك، جاي هالرجال هذا ويبيك على سنة الله رسوله، وهذا تاجر وفلوس وراح تعيشين حياة الملوك. صارت هياد تبكي وتلطم. شو تقول لهم؟ تقول لهم أنا والله أحب واحد والعلاقة اللي بيننا مجرد نظرات وتركني وسافر وبنتظره ولا وسايق وحالته حالة، ولا شو أقول؟ ما عندها عذر أصلا، ما قد تقول شيء. فقالت له أنا لسه صغيرة. وأنا أبوها قال له خلاص أنا اديت الراجل كلمة وانتهى الموضوع، عاقبك عاقبك، مش عاقبك حتروحي بيت جوزك غصبا عنك. أمها قالت لها خلاص يا بنت اكتمي وما فيش كلام زيادة بعد كلام أبوك الراجل اللي يتعب ويكدح الليل والنهار وقايب لك راجل يشيلك. قالت له يا ماما عمره 62 سنة وأنا عمري 17. قالت له ما يخالف، بالعكس راجل كبير وحكمة وخبرة ومليان فلوس، وش تبين بعد؟ تاخذي لك عيل بكرة يبهدلك وبكرة يمرمطك في الشوارع ولا شنو؟ خلاص قالوا لها خلاص انتهى الموضوع. سكتت البنت خلاص شو تسوي. المهم وتزوجها هالتاجر ويجيب منها أول بنت سماها ملك، والثانية كذلك بنت وسماها ياسمين، وكانت عايشة حسنة كأنها ملكة فعلا، سيارة وسايق وخدم وحشم وبيت يطرد فيه الخيل ومزرعة، وكانت يعني حسنة معيشة حتى أبوها وأمها وأخوها، يعني انتشلهم فعلا من الفقر. يوم الأيام ويصاب بجلطة، وكانت الجلطة قوية جدا هذا التاجر، وطاح بالفراش مدة أسابيع وبعدين صحة، لكن صحته ما كانت يعني تساعده أنه يتحرك. بعد فترة أصيب بجلطة ثانية، ساءت حالته الصحية أكثر وأكثر، وصار خلاص تعبان، يعني كل الأمراض انزلت عليه فجأة. ويوم الأيام ويتوفى. يوم مات هالرجال هذا صارت تبكي حسنة وتلطم، وأثناء العزاء بعد ما خلصوا أول يوم وثاني يوم ثالث يوم سوي له فاتحة وكذا، ويجي عميد العائلة، عميد عائلة التاجر يعني يعتبر أحد أعمام الكبار، ودخل على النسوان وعلى الرجالة، كنت بقول رجال والله، ودخل على الرجالة وكانوا قاعدين اجتماع عائلي، يعني من بينهم كانت موجودة حسنة، فقال ان الله يرحمه يعني عنده ورث وعنده حقوق على الناس وحقوق عليه وكذا، ولازم نصفي اموره. والشيء الثاني يا بنتي يا حسنة، احنا يعني مش حنقدر نخليك لوحدك، ونبيك يعني تنتقلي سكن وتجي تعيشي عند والدته، والدة التاجر مرة عجوز كبيرة
وشديدة. قالوا لا تعالي انت وبناتك وعيشي عندك. قالت لا مستحيل اترك البيت اللي عشت فيه مع جوزي الله يرحمه، اللي فيه من ريحته، اللي فيه ذكرياتي، واللي كذا، مستحيل. انا قال لها طيب بس انت تبقي ست وعندك بنات ولازم يكون في راجل جنبك ومصيرك تتجوزي، وانا بنصحك يعني بتكوني ضمن العائلة نفسها، وأخوه اللي أصغر منه حيتجوزك وده عرف العائلة عندنا. قالت لا مستحيل، أنا من بعد جوزي مش حلبس إلا الأسود، أنا حعيش على الذكراه، وأنا كذا. وصارت تبكي، وأنا ما بالجواز من بعد جوزي حبيبي ومن هالكلام. وقالت إذا سمعتوني يوم الأيام أفكر بالجواز تعالوا واقتلوني. قال انا لا مش الدرقادي بس احنا خايفين عليك. قالت لا انا من بعد جوزي ما راح اتزوج وراح اعيش لتربية بناتي وفي بيت جوزي اللي سابوا لي. قال انا براحتك. المهم يوم يعني مرت فيها الاشهر وصارت هي عندها املاك وعندها، وصارت تبعد أبوها وأخوها عن مزرعتها. صارت تقول لأبوها والله يا بابا يعني ما عندي شغل وما أبيك تمسكها وخليها، وأنا عاوزة يعني بعدين أفكر أبيعها. المهم بعدت أبوها. إيه تبي شنو؟ تبي تفضي الساحة لها، تبي تأخذ راحتها. وخصوصا لما رجع فوزي، فوزي الحب القديم هذاك راح شبع فلوس وكذا ورجع ورجع. أول ما رجع قالوا له وين حسنة، حسنة العين تملك بلاوي وكذا، كانت متزوجة تاجر ومات وعندها فلوس وفيلا كبيرة ومزرعة. وصار هو شنو يمر عليها يعني عشان يقدم لها العزاء، وهي أول ما شافته وتحرك عندها جبال الحب وتقعد تسمع. وهو صار يقول لها والله أنا ما كنت عارف أنك تجوزتي، وبعدين سمعت أن جوزك توفى وأنا حزنت قوي وقلت أجي أقدم لك العزاء وأنا موجود بخدمتك وأتمنى أكون يعني تحت أمرك. وشوي شوي شافها تقبل الكلام قام يزيد العيار، وأنا كنت بحبك وكنت يعني أسهر الليل كله في الخليج وأنا أفكر فيك. وقال أنا أصلا تركت شغلي في الخليج ورجعت علشانك. يوم قال لها الكلام الحلو هذا وتذوب معاها أحجار آخر حصونها وتنهار أمام عيون فوزي النصاب. قالت يا فوزي أنا أصلا تو ردت روحي وأنت مفكر أن أنا يعني زعلانة على جوزي، أصلا كنت مبسوطة لكن لازم أمثل قدام الناس أني أنا حزين عليه. أو ترجع العلاقة. وصار فوزي يوميا يبات عند حسنة شهر شهرين، بدا الكلام يطلع، الجيران يشوفون، الناس تتكلم، اهل القريه بداوا يوصل لهم هالمعلومات. تعرفون واحد يفتن خلاص المعلومه تنتقل من مكان لمكان وتزيد الاشاعه. يعني مثلا يقولون ان في علاقه بين فوزي وحسنه الارمله اللي نسيت جوزها وكذا، تنتقل الاشاعه من واحد لواحد لين توصل للاخير انه والله حتى بناتها مشكوك فيهم وان هدول مش من صلب الراجل. وان وهذا الكلام اللي وصل لاخو زوجها، اخو التاجر اللي اصغر منه اللي كان يفكر انه ياخذها يعني خضوعا لاوامر العمدة او شيخ القبيلة او شيخ العشيرة نفسها. يوم سمع ان حسنة تلعب
علاقة مع فوزي، وأنه يمكن حتى البنات اللي عندها أصلا اللي من التاجر ما هم منه، لأنه تزوجها على كبر وكان مريض وهذا يروح حق أخو حسنة مسكه قال تعال أنا وصلني كلام كذا كذا كذا، وراحوا حق أكثر من شخص وقال لهم والله هذا اللي وصلني. المهم هم ما بين مشكك وما بين مصدقين، لكن إذا فعلا كان الكلام صحيح هذه حسنة راح تروح ملح والله لا يقتلونها. فصاروا يبحثون ويسألون، وفعلا بعد عدة أيام من مراقبة البيت شافوا فوزي يدخل ويطلع في النهار قالوا بس، ويروحوا لها البيت. بعد ما شافوا فوزي دخل انتظروه نصف ساعة ساعة، يوم دخلوا ولا هذه حسنة تنتظرهم. نعم ولا الظاهر ان منتبه عليهم ان كانوا مراقبين البيت ويدخلونه، وفوزي هرب. قالوا لها من اللي جالس عندك؟ قالت ما في احد. قالوا لها احنا سمعنا كلام والكلام هذا خطير، الكلام هذا يقول ان انت تدخلين زوجك الله يرحمه ومع فوزي وان هذول مش اولادك وكذا. اول ما قالوا لها الكلام كانت اول معاهم يعني تكسر الخاطر كأرملة، لكن لما خلصوا كلامهم ردت عليهم بحدة بصوت عالي ولا خايفة من شيء، وقالت بص انت وياه والله اللي تكلم ولا يغلط ولا يقول اي شيء، اقسم بالله اني على طول اوديه مركز الشرطة، وانتم باي حق تدخلون في حياتي وشؤوني الخاصة، وانا كيفي وانا كذا وانا كذا وهذا بيتي، واطلعوا برا واعمل اللي انا عملاه. ايوة انا بحب فوزي والبنات دول مش اولاد التاجر، يلا حتعملوا ايه؟ طبعا هم اولاد التاجر، لكن لأن قالوا لها احنا سمعنا هذول يمكن مو عياله، صحيح الكلام تكلمي اعترفي. ايه شنو تقول؟ انا بخربها وياهم. قالت ايوه مش اولاده وانا بحب فوزي ومش حسيبه وحنتجوز وعندك حاجه. هي ما تدري ان اخوها الى الان ماسك اعصابه اهو واخو زوجها، لانهم يحاولون يستدرجونها بالكلام ولا هم اصلا بينفجرون. فهم كانوا يسولفون معاها بطريقة يعني معقولة كده يا حسنة تعملي، فهي شافتهم ان كأنهم خايفين او كأنهم هي ما تدري انهم منتظرين بس انها تعترف. يوم قالت لهم هالكلام ويطالعون بعض او يهجمون عليها هجمة رجل واحد او يكسرونها تكسر، واحد خانقها وواحد يمسك بهالتحف ويضرب فيه على راسها ويهشم جمجمتها لين ماتت. ايش سووا؟ ويروحون ويجيبون بناتها الثنتين ملك وياسمين. ملك عمرها سنتين تقريبا، لا 4 سنوات، وياسمين 3 سنوات، ويمسكون البنتين ويخنقونهم لين ماتوا ويرمون جثثهم فوق بعض، ويجيبون مادة البنزين أو المواد سريعة الاشتعال ويولعون فيها وفي بناتها وفي البيت بالكامل، ويطلعون يوقفون برا الفيلا. ليش واقفين؟ علشان ما حد يدخل ولا يحاول إنه ينقذ أو يحاول إنه يخمد الحريق. انتظروا لين ولعت النار بالفيلا بالكامل على وصول رجال الأمن. ما تعبوا رجال الأمن، على طول قالوا يبا احنا اللي حرقنا واحنا اللي قتلناها وقتلنا بناتها، لان بناتها بنات يعني من صلب مش من الجوز نفسه الله يرحمه، وكانت تخونه وهي اعترفت لنا وهي لها علاقة وإحنا غسلنا عارنا، وأصلا إحنا كمان عاوزين نقتله اللي هو منه
فوزي. ألقوا القبض عليهم وحالهم للمحاكمة واحكموا عليهم بالإعدام. لكن إذا تسألني إن تم تنفيذ حكم الإعدام ولا لا، والله أخوك ما يدري بصراحة، لأن القضية كانت في عام 2016، ومن بعد 2016 يعني القضايا اللي تم فيها تنفيذ حكم الإعدام قليلة جدا، أو أنها يعني أنا صراحة مو متابعها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله من السلامة.